جربت الحكومة وفشلت في هذا المسار، جنحت للحوارات أو الاجتماعات الكواليسية. أكثر من مرة تم تجريب أسلوب اعتقال هذه الجماعات أو أعضاء منها في ما يتعلق بخلايا كاتيوشا كما سماها نفسه رئيس الوزراء، أو بتحقيقات حول مقتل أفراد مثل الشهيد هشام الهاشمي والشهيد إيهاب الوزني وغيره، وأيضا عن عمليات على القواعد الأمريكية وعلى السفارة الأمريكية وغيرها من الأماكن. أستطيع أن أقول بأنه تم الكشف عن الجهات، ولكن لم يتم القصاص أو المحاسبة أو الاعتقال لسببين على الأقل. السبب الأول هو أنه هنالك حماية دولية لهذه الجماعات، وثانيا أن هذه الجماعات هي تلتحف بالنسيج الشعبي الجماهيري والمؤسسات داخل المؤسسات الدولة. فهذين السببين يعني مؤثرين جدا في عدم استطاعه الحكومه ممثله برئيس الوزراء فيما سبق بالفريق أبرغيف وايضا بجهاز المخابرات وبخليه الاستخبارات وغيرها. فعلى هذا الاساس لحد هذه اللحظه واقعا ليس هنالك اي تحركات كبيره تحد من هذه العمليات التي تقوم بها هذه المصر.